الشخصيه ديال دايس. دايس خدام مع ديك العائله، خدام معهم في فيلا ديالهم، وفي بارتي من العائله ديالهم، وهو الانتيم ديال الامين ناجي اللي هو البرومي رول. بحال قلتي داك البوي ديال الاسرار ديالو، والمسلسل كله كيناقش العلاقات الانسانيه في عائله واحده اللي ممكن عندها بزاف فروع، يعني مشاكل ديال الارث وديال الزواج المره الثانيه وديال هذا هو لو تيم زعما ديال القلب وما يريد. وعلى كانت ضروريه انا معاها، يعني مادام السلطات الناس اللي كيفهموا، الناس اللي هما دي شيرشور ودي باحثين واطباء قالوا راه مزيان ديال التلقيح هذا باش نوصلوا لديك المناعه القطيع ولا المناعه الجماعيه، كنظن انه مزيان اصلا ديال انا ما يعني مع بابا فرنسا سميتي باشكو، واحد البيرسوناج كيناس في الزنقه، سان ناس داف سان سون دوميسيل فيكس، كيناس في الزنقه وكياكل من الطوا والزبل، انا و لو كرون طارق البخاري كنا مدايرين واحد الديو انا وياه، كنا عايشين في الزنقه، كنتلاقاو مع ناصر اقباب وكنديو في واحد المتاهات ديال الشمكاره وديال هذا هو البلان. يعني ما نقدرش نقول انا طلاق والزواج ديال الله سبحانه وتعالى، صديق زعما تصدمت بزاف ديال العلاقات اللي كنت كنقول مع ماما ما يقدروا يتفارقوا، يعني انا اصدقاء ديالي، ولكن منين وقع هذاك الشيء شي حاجه اللي كثر مني باش نحللها لك، يعني سي ان تروك ديال القضاء وديال ديجا مخرج، ديجا ثلاث افلام قصيره، داز واحد فيهم في مهرجان الوطني في طنجه، وانا في الاخر دابا باش بريبار لون ميتراج ديالي، الفيلم الطويل الاول ديالي ان شاء الله. علاقه وطيده، انا منخرط في حزب الاصاله والمعاصره، مناضل في الحزب، يعني عندي كارطه ديال منخرط، وكنواكب كنحاول نتعلم لان جديد عليا، مجال جديد عليا، كنحاول نتعلم مع الاخوه ديالي الاستاذ الكاتب العام والامين العام ديال الحزب والاخوان المناضلين الاخرين، كنحاولوا اننا نصوبوا شي حويجات ان شاء الله ثقافيا وفنيا مزيانين في هذا الكادر ديال الاصاله والمعاصره. علاقه مزيانه، كنطل عندي كونت في فيسبوك وعندي كونت في انستغرام وعندي كونت والواتساب، وكنطل يعني بحالي بحال اي متتبع، كنطل نشوف الجديد نشوف هذا وصافي. هذا القلب وما يريد نيت لي دابا سون تورناج، مازال ما كملتش تورناج، وعندي ممكن لون ميتراج مع محمد طه بن سليمان قريبا، مخرج ديال كمبوديا، وكان بريباري الفيلم ديالي يعني اون باراليل. نبغيكم ديما حتى الموت، فوز ادور.